بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم القرآن، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التلاوة من على شاشة قناة الناس. هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حلقة متميزة من أكثر من وجه. الوجه الأول لتميز هذه الحلقة أنها الحلقة الأولى في العام الثالث من عمر القناة. الحمد لله مضى عامان من عمر قناة الناس ومن عمر البرنامج، ولله الحمد. نسأل الله تعالى القبول وأن يوفقنا فيما هو آت. وكذلك من عوامل تميز هذه الحلقة أننا بمشيئة الله سنختم سورة الذاريات، وبختام سورة الذاريات في حلقة اليوم نكون قد درسنا في هذا البرنامج 4 أجزاء من القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتم علينا وعليكم النعمة. والشكر موصول لحضراتكم، وكذلك موصول لفضيلة الشيخ خالد شعبان، وأتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ. شكرا لك يا شيخنا على مجهودك. استغفر الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وأرجو يعني أن توجه كلمة لأبائنا وأمهاتنا وإخواتنا الأعزاء يعني من أهل القرآن ولجميع مشاهدي قناة الناس. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالشكر لأخر كريم موصول ولكم أيضا موصول. والحمد لله أن أقامنا مع كتابه العزيز، ونسأل الله لي ولكم ولأخي ولجميع المشاهدين الكرام ألا يحرمنا من كتابه، وأن يجعلنا معه دائما إلى أن نلقاه، وأن يجعل هذا الأمر في ميزان الحسنات، وكما وفقنا لهذا في هذه الدنيا بفضله ومنه ورحمته أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. اللهم آمين آمين آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، نبدأ بحمد الله تعالى وبشكره. إن شاء الله في هذه الحلقة سندرس الآيات من الآية 56 إلى الآية 60 من سورة الذاريات. بداية نستمع إلى خواتيم سورة الذاريات بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا أعزائي المشاهدين بتوفيق الله نمضي في تعلم الآيات المباركات التي استمعنا إليها منذ قليل. فضيلة الشيخ خالد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نبسمل ثم نبتدئ مع الآيات ومع الآية الأولى. يقول ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. سمعت النون مكسورة إزاي؟ إيه ده من أولها كده؟ بس واحدة واحدة عليا. مش تعرف الأول الكلام رايح فين وجاي منين؟ العطف ده رايح فين؟ في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ده تعريض بالمشركين وتذكرهم بما خلق كل واحد من بني آدم. استنى يا عم الشيخ، ده قدم الجن على الإنس. أيوة، لأن هناك بعض من كان مشركا يعبد الجن، فهو يرد عليهم عمليا أن الجن عبيد وخلق من خلق الله عز وجل. ما خلقوا ولا خلقتم إلا لعبادته هو. طيب كده فهمنا المعنى، وفهمت كمان لما وقفت على يعبدون إن ديت إيه؟ أيوة فاكر، قلت لي فاصلة. أيوة فاصلة. فاكر يعني إيه فاصلة؟ يعني رأس آية، يعني إيه آخر كلمة في الآية
هو هنا الرقم ده رقم 56. جميل قوي كده. طيب ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. خلي بالك برضه كسرة كمان، ودي إيه؟ رأس آية، واضح المعنى لا يحتاج. جميل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أيضا المعنى واضح لا يحتاج إلى كلام، ولكن جمل انتبه لها وتفهمها جيدا. وكلمة المتين برضو رأس آية وتبدأ. فإن للذين ظلموا ذنوبا، ما قالش كفروا ليه، وإيه ذنوب؟ الذنوب في لغة العرب يطلق على الدلو الممتلئ، يعني إن كان فارغ لا يقال عليه ذنوب، لابد أن يكون إيه؟ ممتلئ. طيب هذا الدلو فيما يستخدم؟ في نزع الماء من البئر ثم الإعطاء للسقاية للزرع إلى آخره. إيه معنى الجملة هنا؟ الجملة هنا معناها فإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لهم مقدار. وهنا بقى في تشبيه بليغ، لأن العرب يتحدثون بهذه الكنايات وبهذه التشبيهات. يا من أعرضتم وكفرتم وأشركتم، أنتم في مقام الأمم كمن يقف أمام البئر ينتظر دلوه المملوء، فماذا كان عاقبة السابقين قبلكم؟ بعض أخذ دلوا من حجارة، وبعض أخذ البحر برمته، إلى آخر أنواع العذاب التي سيقت إليهم. فهل تنتظرون دلوا مملوءا مثل هذه الدلاء؟ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوني. في كسره برضو، يبقى كده خلي بالك، يعبدوني في كسرة، يطعموني في كسرة، يستعجلوني في كسرة، خلي بالك منها كويس أوي، وهقول لك ليه بعدين. فويل للذين كفروا من يومهم، هنا وضحها بقى، وضح الظلم. فويل للذين كفروا من يومهم، أي يوم؟ أهو يوم القيامة؟ قال الطاهر بن عاشور يحتمل، ولكن الراجح مع الاستعارة قبلها وهو الذنوب هو يوم بدر، لأنه هو الذي يتناسب مع ما وضع فيه قتل المشركين في بدر، إذ قال لهم الرسول قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمامك وهذا أمامك، ارجع إلى أيهما شئت. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، آخر كلمة يوعدون ده بترجعني الأول السورة، كأن البدء مثل الختام كلاهما يتناسب. ما أروع هذا الختام وأحلى البدء في هذه السورة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. من يومهم الذي يوعدون، يا الله، مع هذه المعاني نسير مع التلاوة وقفا وابتداء، لأجل أن تصحح الحروف وتصحح حياتك من خلالها. بس أنا مش مشرك يا عم الشيخ. لا، أنا عارف مشرك. تسأل الله التثبيت وتسأل الله الحمد على هذه النعمة، فإن النعمة تدوم بالحمد، وإياك أن تغفل عنه. هيا إلى بعض الحروف مع هذه الآيات كيف تتلى. يلا كده، مع ثلاث أشياء أخذناها عمليا، زائد إيه تاني؟ الأسماء لهذه الأحكام. يلا كده مع بعض، يلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت النهاردة زودت لي الجملة مرة واحدة. عايزك بقى تتعود على السماع لهذه الجملة. يلا كده مع بعض. وما أدي المد الطبيعي، خلقت، وخلي بالك تشكيل الكلمات على الوصل عشان لما توصل، وخلي بالك إن قلت ضم بس ما جبتش واو، وخلي بالك إن الخاء تفخم، اللام ترقق من قوله خالاء، والقاف تقلقل وتفخم، خلقت. إذن تفخيم ترقيق، تفخيم ترقيق، بقى محتاج تدريب شوية.
هكذا وما خلقت الجن، ومن التاء إلى اللام الواضحة والجيم بسماع صوتها، ويحتاج الأمر إلى تدريب شوية، الجن. وتخلي بالك من نون المشددة والأسماء التي سوف أقولها مع التكرار سيصبح الأمر سهلا بإذن الله. الجن والإنس، خلي بالك اللام في كلمة الجن واضحة وكلمة الإنس أيضا واضحة، تمام الكلام، يعني مظهرة هنا وهنا. وغنة النون في الجن تسمى كده نون، أيوة، مشددة، حرف غنة مشدد أو حرف أغن، ولا مشاحة في الاصطلاح، خلي بالك، أيوة كده. طيب الإنس، النون دي مش هتشددها؟ لا 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 لا، هذه نون مخفاة. تاني كمرة كده، والإنس، لاحظ الفرق بين الغنتين، الجن تمام والإنس، هذه بخلاف هذه، الأولى أقوى في السماع وأوضح للنون، أما الثانية النون مخفاة والغنة هي الواضحة أكثر، انتبه لها جيدا. واضح المرتبة دي من المرتبة دي؟ الجن والإنس، النون الأولى اللسان، طرف اللسان سيكون في الحنك الأعلى ملتصق التصاق تام، الجن هكذا. أما الثانية فطرف اللسان يتجافى، يعني يبعد عن الحنك الأعلى، خلي بالك من دي كويس. إنما الغنة محلها فين؟ في الأنف، يعبر عنه علماء التجويد بالخيشوم، فخلي بالك. والإنس إلا ليعبدون، وهتقف هتسكن. طيب هو فيه فعل يا عم الشيخ بيتكسر، إيه بقى؟ يعبدوني ويطعموني ويستعجلوني. هو كلامك مضبوط، لا يوجد فعل مكسور. أما إيه حكاية الكسرة دي؟ الكسرة دي باختصار شديد جدا وجدت في هذه الأفعال، في هذه النون التي أمامك ليست هي نون الفعل الأصلية. أمال دي نون إيه؟ إنها التي وقت الفعل من أن يكسر. تاني مفيش فعل بيتكسر، يقول العلماء هذه النون نون الوقاية، يعني إيه؟ تقي الفعل من أن يكسر. طيب الكسرة دي ليه؟ دلالة على ياء، هي تدل على ياء المتكلم المحذوفة رسما الثابتة تلاوة عند بعض القراء. لا تاني كده عشان أسمع كده، عشان ده جيد عليا شوي. تاني، حذفت الياء من هذه الأفعال الثلاثة التي معنا، وتسمى هذه الياءات عند القراء لا عند رسام المصاحف باسم ياءات الزوائد. يعني ايه ياء زائدة يا عم الشيخ في اللي معاها ديت؟ يعني معناها ان القراء تلقوا هذه المواطن باثبات الياء مع انها ليست معنا في الرسم. ايه ده؟ لان الكلمات تحتملها، والكسرة في النون دلالة على الياء المحذوفة. انت لسه قايل لي من شوية القراء تلقوها؟ نعم. ومش موجودة؟ ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. هذه الياء التي معنا في هذه الكلمات هي عند القراء متلقاه، مش كلهم، عند الامام يعقوب، وهي روايه وقراءه صحيحه باثبات الياء في الحالين، الا ليعبدوني ان يطعموني فلا يستعجلوني. طيب وايه اللي دل على الياء دي؟ الكسره التي في النون، فهذه الكسرة دلالة على الياء المحذوفة اختصارا واكتفاء بما قبلها. تعلمتها؟ ودي اسمها باب كده، ياءات الزوائد عند القراء. أمال بأيد؟ اللي معانا في السورة وعدت ده بقى اسمه باب الزائد عند رسام المصاحف. يبقى حقيقة ياء الزوائد عند القراء ما جاء بالتلقي وليس في الرسم،
وحقيقة الزيادة عند الكتاب ما جاء في الخط وليس في اللفظ. لخبطتك؟ معلش عديها كده وهيجي غيرها كتير عشان نلحق نكمل بقية الآيات لأنها مهمة جدا. إنما في الرواية دي الأصل إيه؟ ليعبدون، يطعمون، يستعجلون. طب أنا هوصل. إلا ليعبدون ما يطعمون إن فلا يستعجلون فويل. وضحت كده؟ جميل، يلا كمل. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. النفس، خلي بالك قسمها كده. ما أريد منهم من رزق، بإمكانك تقف والوقف حسن، وما أريد أن يطعمون. وتخلي بالك بقى من الراءات والمدود. ما أريد أدي المد والراء معانا مكسورة، منهم النون في كلمة منهم إياك أن تغن فيها، فإنها واضحة بينة ظاهرة، وهذا يسمى إظهار حلقي. عرفت منين يا عم الشيخ إنه إظهار؟ الحرف اللي بعد النون إن كان هاء أو همز أو عين. طب بس عشان ما تلخبطش، كفاية أوي عليه. حاضر. طيب منهم من، ذكرت اللي خدنا امبارح؟ لا انا عرفت، ادي ميم ودي ميم، تماثل ادغام تماثل صغير، ممتاز. لا كويس. منهم من رزق، ادي النون واتى بعدها الراء هتدغم ومفيش معاك غنه، وخلي بالك من القاف المكسوره. من رزق وما، لو هتوصل هتقف رزق هكذا وتبدا. وما اريد ان يطعمون، سبق اريد وأن يطعمون معاك الغنة، وهذا يسمى إدغام بغنة، نون ساكنة وبعده ياء. وانتبه للطاء، يطعمون والقلقلة، العين المكسورة، الميم، الواو، النون لا غنة فيها واضحة، فهي ساكنة لأجل الوقف. تبدأ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نفس لو مش قادر ممكن تقف عند كلمة الرزاق وتبدأ ذو القوة المتين. طيب أخلي بالي من إيه؟ من النون المشددة، هي بعينها في كلمة الجن، في قوله الجن كذا، هي إن. وتخلي بالك من الهاء مع الهاء، إن الله هو. يبقى هذه الهاء مع هذه الهاء في هذه الرواية، عليك أن توضح هذه من تلك، وإياك أن يسبق اللسان إلى إدغام الهاء في الهاء. الرزاق، وخلي بالك من المشدد وذو الذال، ذو القوة المتين من الذال، من قوله ذو ذل، سامع؟ ذو القوة المتين، يعني من الذال إلى اللام مباشرة. لو راحت فين يا عم الشيخ؟ لا لا لا، حذفت، بس امشي معاه الأول دلوقتي كده. ذو القوة المتين هكذا. وطبعا خلي بالك من القاف، وما بعد ذلك يرقق، المتين. وخلي بالك الحروف مرققة والنون لا غنة فيها واضحة. وأظن كده اتعلمت عمليا متى تكون الغنة في النون، لما تشدد أو تخفى. التي بعدها، فإن، مرت قبل كده، للذين ظلموا، إن لم ترقق في هذه الرواية خلي بالك، ذنوبا مثل، أدي الغنة، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وهنا نقف آية. فويل للذين، خلي بالك من توالي اللامات، فويل أدي لام، للذين أدي لام وبعدها لام، هتجد اللام في الذين تشدد، طبعا ما ينفعش يبدأ بيها، لكن التشديد على الوصل خلي بالك. فويل للل هكذا، فويل للذين كفروا، كفروا من يومهم، عد قبل كده أي يطعمون مثلها، من يومهم. وطبعا يومهم هنا معانا كلمة واحدة اتفاقا، لأن ميم يوم ليست مفتوحة مكسورة خلي بالك. وخلي بالك بقى من كسرة الهاء والميم، يومه يومه، يبقى الميم مكسورة من يوم والهاء بعدها مكسورة، أما الميم التي بعدها تضم وسطا هكذا، يومهم الذي هكذا، يومهم الذي يوعدون. والحروف بعد ذلك ترقق، وانتبه لكلمة يوعدون والمد العرض السكون. نسأل الله العفو والعافية. شكرا لك فضلت الشيخ خالد، بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين، وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هنبدأ مع حضرتكم أعزائي المشاهدين في تلقي اتصالاتكم لعرض التلاوة على فضلت الشيخ خالد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع كلمات الله البينات في خواتيم سورة الذاريات من الآية 56 إلى ختام السورة الآية 60. هنبدأ معكم أعزائي المشاهدين في عرض التلاوة على فضيلة الشيخ خالد. أرجو أن تكون التلاوة بهدوء وأن احنا نوطي صوت التلفزيون ونسمع فضيلة الشيخ جيدا، ولو في أي ملحوظة نكرر مع فضيلة الشيخ عشان ندرب اللسان على النطق الصحيح. معانا بداية الحاجة أم سامح من بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يا شاء الله أم سامح، النهاردة مذاكرة ما شاء الله كويس ممتاز، الله يفتح عليك. شكرا ليك يا حاجة أم سامح، بارك الله فيكي. معانا الحاجة منال من اسكندرية، اتفضلي يا حاجة منال. سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ روح الحبيب منا جميعا تحية وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم وبارك عليك، اتفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كمان مرة. مرزق. من رزق. لا، مرزي الراء ترقق. من رزق وما أريد أن يطعمون. صح كده؟ لسه شوي بس تمشي. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. جميل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جميل يا حاج منال، وخلي بالنا من اللام في قوله ظلموا ترقق، والراء في كفروا تفخم. الله يفتح عليك يا حاج منال. اشكر الحاج منال من اسكندريه، وارحب بام احمد من البحيره. السلام عليكم يا حاج ام احمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حاج ام احمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كمان مرة. من رزق والراء ترقق. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. جميل، نصلح حكم ونترك آخر ما ينفعش. في عند غنة عدت مننا. منهم من رزق وما. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جميل يا حاجة أم أحمد، بس نخلي بالنا وإحنا بنصلح شيء ما نخطئش في شيء آخر. نخلي بالنا في الإعادة في الجزء اللي إحنا صلحناه. يبقى أنا صلحت الغنة وصلحت الراء، لكن لا آتي بغنة في الراء عند قوله مرزق. ربنا يبارك فيك يا حاجة أم أحمد. شكرا للحاجة أم أحمد. الحاجة أم خالد من القرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أمي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا أمي، إن الله يا حاج أم خالد. أيوة، يطعمون. أيوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. يا حاجة أم خالد. أيوة، مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا يومهم أيوة الذي يوعدون. يوعدون. جميل يا حاج أم خالد، ما شاء الله، جهد مشكور باين. الله يفتح عليك يا حاج أم خالد، تابعينا. الله يفتح عليك يا حاج أم خالد، يوفقك دايما إن شاء الله. معنا الحاجة لبنى من دمياط، اتفضلي يا حاجة لبنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أخلي بالي من حاجة هنا كده بعد إذنك. اتفضل حضرتك. راء من رزق ترقق، وبإمكانك تقف عليها وقف حسن وتبدأي وما أريد أن يطعمون. ماشي، ربنا ييسر حضرتك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. جميل، أخلي بالي من الهمزة بقى عشان ما تقاش، يعني إيه كأنها مسهلة. وما أريد أن يطعمون. وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ممكن تقولي وراء آخر كلمتين؟ من يومهم الذي يوعدون. ربنا يبارك فيك حاجة لبنى، جزاكم الله خير. وإياكم. شكرا لك يا حاجة لبنى. الحاجة أحمد من القليوبية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد ميلاد المحطة. وحضرتك بخير يا عم الحاج، اتفضل. الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
صدق الله العظيم. احسنت يا عم الشيخ احمد ما شاء الله جميل، بس نخلي بالنا الراء المشدده المكسوره ترقق مززق. الله يفتح عليك يا عم الشيخ احمد. شكرا ليك يا عم الحاج احمد. معانا الاستاذ محمد من البحر الاحمر، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الاستاذ خالد؟ استاذ علي ازيك؟ اهلا وسهلا يا عم الشيخ، اتفضل يا عم الحاج. الله يخليك، سلامنا للشيخ والنبي. الله يخليك. مع حضرتك اهو، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا حاج محمد. اتفضل يا شيخ اتفضل. من رزق وما لا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طب اسمعها مني كده وابدأ من اللي هقولك عليه. من رزق وما، الغنة اللي بقولك عليها بين القاف والواو، إنما من رزق ما فيش فيها غنة معايا هنا. ماشي. من رزق وما أريد أن يطعمون. يا سيد الفاضل. من رزق، من ري هكذا، من ري. ماشي يا فندم حاضر. ربنا يبارك فيك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. سيدنا أصحابهم فلا أصحاب. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يومه الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يبارك في عم الشيخ محمد، بس محتاجين نصبر على بعض شوية ونخلي بالنا من الكلمة اللي بقولها أو محل الخطأ فيه. يعني من رزق وما، من ري هنا ما فيش غنة، رزق و الغنة هنا، فنخلي بالنا منها ومحتاجة منا بس حبة انتباه بس بسيط قصير. وربنا يا رب يرفق الجميع. شكرا يا شيخ محمد. شكرا ليك يا حاج محمد. معنا أم أسراء من بورسعيد، اتفضلي يا حاجة أم أسراء. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ربنا يبارك في حاجة أم أسراء، واللي قلناها محتاج تدريب شوية الله يفتح عليك تابعينا. شكرا ليك يا حاجة أم أسراء. الحاجة فاطمة من إسماعيلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا اتفضلي. أهلا بيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بصي يا حاجة فاطمة، هقول لك بس كلمتين هي دي اللي تتصلح، وبعدين تكمل اللي بعديها معايا. شوف هنطقها ازاي. مري يعني الميم بعدها الراء على طول. من رزق، قوليها كده. وما أريد منهم من رزق. يا أمي أنا قلت الكلمتين دول بس، أنت حضرتك رجعتي ورا
وقلتي وما أريد وهي خطأ، هي ما أريد منهم. أنا عايز بس أصلح الكلمة دي، كيف تنطق؟ مر رزق، هكذا مركنش عندها. مر رزق زي ما قلتي كده، قولي زي مر رزق. مر رزق، أيوة هي كده، ده النطق السليم بتاعها. خلاص ماشي. يلا كملي ماشي. إن الله، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بص يا أمي، صدق الله العظيم. معايا حضرتك؟ معاك. هنصلح بس الكلمتين دول برضو وننطقهم نطق سليم. شوف هنطقهم ازاي عشان ده النطق السليم. فويل للذين، فويل للذين، ممتاز. يبقى مركنش عند اللام زي ما نطقنا كده ده، ونتدرب عليه مرة واثنين وثلاثة وتابعينا، ونسمعك في مرة جاية إن شاء الله بإذن الله. حاجة فاطمة الله يفتح عليك. شكرا لك يا حاجة فاطمة. الحاجة حميدة من الغربية، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب نصلح مع بعض التشكيل. ماشي. أن يطعمون، أن يطعمون. جميل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جميل يا حاجة حميدة، تشكيل كده زبطناه، ونخلي بالنا كلمة يطعمون ونتابع مع بعض عشان في حاجات تانية عايز أقولك عليها إن شاء الله. الله يفتح لك يا حاجة حميدة. شكرا لك يا حاجة حميدة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضتنا القرآنية مع خواتيم سورة الذاريات. إن شاء الله أعزائي المشاهدين هنقرأ الآيات من الآية 56 إلى الآية 60. معانا يمنى من القاهرة، تفضلي يا أستاذة يمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة يا يمنى تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ماشي يومنا، بالنسبة لسنك ممتازة يومنا، بس في أحسن من كده إن شاء الله. الله يفتح عليك يومنا، ممتازة. شكرا لك يا يمنى. بنتنا مي من البحر الاحمر، اتفضلي يا مي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللاخره خير لك من الاولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدث. يا مي سمعني؟ المرة الجاية إن شاء الله تقري بالراحة، الله يفتح عليك على اللي قراكي وحفظك، قراكي وحفظك كويس، أنت اللي تسرعتي وقريتي كده بسرعة. اللي قراكي باين إنه قراكي كويس وقراكي بأحكام ومراعي الأحكام كويس، أنت اللي تسرعتي. أنا عايز المرة الجاية إن شاء الله تقري بالراحة كده شوية عشان يبان القراءة السليمة والأحكام الجيدة بتاعتك. الله يفتح عليك يا مي، ممتازة.
شكرا لبناتنا مي وقبلها يمنى. معانا دلوقتي ام الحاج عطيات. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته حاج عطيات. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا امي، اهلا بيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كمان مره كده، والانس. حاضر. والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق، هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أبين كسرة الميم والهاء. من يومهم الذي يوعدون. جميل يا حاج عطيه، افتح ليك، ممتاز ما شاء الله عليك. والبيان ده كسرة رواية، ونخلي بالنا عشان الرواية في الرواية دي اللي بتحفص لابد تبان كسرة الهاء والميم قبلها مكسورة للكل، لكن كسرة الهاء في هذه الرواية أصل، فنخلي بالنا فيها، وضم الميم بعد كده. الله يفتح عليك يا حاج عطيات. شكرا ليك يا حاج عطيات. الحاج محسام من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا محسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. في غنة عدت مننا مكانها هو، منهم من. ما أريد منهم من رزق. تمام. ما أريد منهم من رزق وما رزق وما. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جميل أم حسام، الله يفتح عليك. ونخلي بالنا بقى في الراء في قوله من رزق، ترقق شوية. الله يفتح عليك أم حسام. شكرا ليك يا حاجة أم حسام. بنتنا صبا والحاجة نبيلة من الجيزة، تفضلي يا صبا. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربنا واستغفر إنه توابا. صدق الله العظيم. ربنا يبارك فيك يا صبا، ممتازة، وربنا يبارك في اللي كان بيقريكي دلوقتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حاجة نبيلة. ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا حاجة نبيلة، في معي حاجتين. واحد، الراء في كلمة رزق ترقق. حاضر. اتنين، يطعمون أخلي بالي الطاء ساكنة، العين مكسورة بعديها. حاضر. يلا، من رزق. ما
أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. استنى شوية بقى كده ونصلح. أيوة. ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. الجملة دي كده. ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ذنوبا مثل ذنوب مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يوعدون. أحسنت يا حاج ربي يبارك فيك، ممتاز. شكرا لك يا حاج نبيلة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، ده كان آخر اتصال النهاردة. إن شاء الله في حلقة الغد بداية مع سورة قاف، هنبدأ من الآية الأولى للآية الرابعة، وبداية مع سورة من الجزء الخامس من أجزاء القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خالص الشكر لفضيلة الشيخ خالد شعبان، خالص الشكر لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وإلى حلقة الغد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.